أبحث فلم أجد، أبحث فلم أجد. لم أجد معنى للديمقراطية، كل الجمل والسطور والكتب والمجلدات لخصت المعنى في كلمات، ووقت التطبيق ضاع المعنى دون تحقيق. فوجدت أن فاقد الشيء لا يعطيه، فماذا نفتقد حتى نصل إلى الديمقراطية؟ وما سبب هذه الأنانية؟ لما الأنانية؟ أين الوطنية؟ وجدتها الوطنية كلمة نقولها علنية، على سوء نية، على حسن نية. وكثيرا ما نتشدق بالمواطنة، أقصد المواطنة، حب الوطن، فك المحن، سد الفتن، الوصول إلى العدن. ويحملوك في كفن، لمن نعمل، لمن نجري ونسارع، والآخر يعتدي عليك في الشارع. طرقات متشابكة طويلة وبالضيق شاسعة، وفيها الحفر واسعة، سلات مهملات وزبالة من الشباك، تقبلها دون ارتباك، والآخر يحرقها فتصبح رفات. دخان يتصاعد ورنين سيارة الإسعاف يقترب، يبحث عن مسعف يفتح الطريق لإخماد الحريق. رن الجرس وغاب الحرس، فعمت الفوضى والطريق انحبس. رفع العلم تحت صوت النشيد، فبان من كان صامدا كالحديد، ومن كان يتمايل غير مبال بالمناظر والشهيد. وبعد انتشر الجني، البعض يبحث عن قسم له عنوان وليس له اسم، والآخر لا يبالي بالجرس بل يفكر في إشباع الجسم. والفيسبوك خلينا نرجع حاجات حتى انت كونكتي، والناس كل في ليل كونكتي، صباح الناس كل تصبح دي كونكتي. يمال قنوات الكل فيها بلاتوات، كانك من أمي تحب تتفرج على المسلسل، كانك من بابا يحب يتبع البوليتيك، كانك مني أنا نحب نتبع الماتش، باش أمي ما تحرقش العشاء وبابا ما يحرقش عصاب، جبت الفيشة. إي والماتش؟ دارب كلها بنتوات، كل حد شد بيته. إي وأنت؟ أنا أخوك أمس ليلة كما نحكي مع الحيوط بالله سامي. أخوك الراسة تشوت. إيوا الكتاب تحرق. هيا سيرين ضربتين مسيو ماتش وقت. بالله أنت ديما يجي مأخر هيك ويبطأ. وأنا نحب نمشي نقرا على روحي. استعمل يدفل. خليني نوريك فيها، ماي ما خليتنيش نقل في الدفوار. ما خليتكش تنقل في الدفوار ولا ما حبيتش؟ هيت لحظة ساكنة راش فيه. اش باش تشوف فيه ساي؟ هيت لحظة. الوقت يضيع، فهل من باحث يكشف الزمن على ما نحس بقيمة الوطن؟ فهمتش كيفاش مشي خارجونا من عنق الزجاجة؟ لازم يزيتوها ولا يجعموها. يا ولد الشعب يحب هكا. تفرجت عليه مسلسل رائع. التمثيل هكا كبر يظل ما خلصهمش بالباهي. لازمنا قيقع احتجاج، وقت الريكريسيون شوية. الوطن ينادي لنمد الأيادي، لا لنبقى للوراء ناظرين، وللخمود داعمين، فاحذروا المداهنين. إني أرى ويا هول ما أرى، دخول وخروج عن الصف. دوري صف هذا. أليس في الصف استقامة، استعداد وشهامة؟ فلم التخاذل والتواكل؟ فترك الصف فوضى، فشعوذة، فقراءة، وضرب من ضروب الكف. يا باشا كعلاش دور؟ يا نقعدوش دور في كل حصة في طرب على الأخلاق. الشعب يريد من الوريد إلى الوريد وطن، مواطنة، وطنية. ولا ندري أين تقف الحرية، وأين تبدأ الكرامة البشرية،
وما تنتهي الفوضى والديكتاتورية. هل نحن على خطى الديمقراطية أم هي مجرد مسرحية عبثية؟ وإذا كل على خطركم تفتقدوا الروح المواطنة والوطنية وهمكم الوحيد هو النوت أكثر من معرفة. هاي سيدي باش نسألكم سؤال، واللي باش يجاوب لي على السؤال صحيح عنده بليز دو في النوت. ما هو الوطن؟ علاش كان هي اللي تجاوب؟ ولا خضرها تقرا عندك؟ هز عليه ما تكبرش. ولا انا غلط؟ هي تتسمى غلط يا مسيو. باهي انا غلط وانا ديمقراطي، فسر لي علاش غلط. راه هذيك هي الديمقراطيه، الحوار. احنا من الاول ما حبيناش نقرا عندك، كراستك نتاع العام الاول عندنا، وزيد حسينا بك ديكتاتور. اسمعني، مش على خاطر قلت شكون باش تقوم تتجاوز الحدود تاعك، راهو القانون فوق الجميع. الوطن والمواطنه تلخص في حبه بعضنا، اما التربية بالنسبة لينا انتوما اللي قريتوا لنا. انتي وانتي وانتي هسه عليك مش مخرج شوف تحت. حوار بعد حوار بعد حوار. ونريده حوار. شوف ما تجمش ما لديش لي فنمطط في الحوار ونؤجل الحوار ولا نتمنى إيقاف الحوار لأن بعد الحوار الحوار. يلا شنو بيه خلص القصص الجماعية نعطيكم به. الدولة تدعم المأكولات، المشروبات تدعم المحروقات، والمواطن يدعم الزيف والفساد ويدعم الكذبة والنفاق. على يا طولي بدك غايبة يا سيد. هيك علاش تعطلوا فيها على خدمتي؟ على خاطرها غايبة ولا عليه تفكولها في الايفون؟ تعرف قديه يسوى؟ يسوى 10 صور مناظر خليعة وفيلم لا وليك الله. بنتي مش متاع الشيء هذا راهو. باهي صح عليها 4 أيام كانت غايبة. 4 أيام تقولوا ليش؟ المواطن المناسب في المكان المناسب لا يخضع للولاءات ولا للميولات ولا للإملاءات، بل يخضع لمنظومات حقيقية جدية لا زيف فيها ولا محسوبية. على صوتونه؟ على خاطر نستحقوله. يقرب لي فلوسه ياسر كله مدد اللي حرنا تو قاعدين نقرا على رواحنا. والله انت سبب. منين انا سبب؟ انت سبب محترمش الاستاذ. هو محترم حتى تلميذ، حتى احنا محترمناش رواحنا. للحريات حدود، والحدود مطلية بلغات ورسوم تنبئ بمرض الجنون، وانتهاء صلوحيتها امر محسوم. المواطن يريد أن يعرف متى ينطلق درس الديمقراطية بعد هذه المسرحية. أرجوكم لا تجبرونا على فهم الديمقراطية بالالتجاء إلى الدروس الخصوصية. تدمع أعيننا أحياناً عندما نقف أمام صورة تذكارية لموقف لموطن نشأنا فيه، أمام لوحة رمزية تذكرنا في أصالتنا، في تراثنا، في معتقداتنا، في تقاليدنا. فما بالك بواقع، بحقيقة نبتسم ونمد أيدينا لبعضنا البعض فتصبح صورة ناطقة متحركة